أثابكم الله. يقول في سؤال الآخر: ما حكم من يدخل في الصلاة وهو يفكر في الدنيا ولا يدري بعض الأحيان أنه داخل صلاته إلا بعد أن يسلم، هل تجوز صلاته أم عليه أن يعيدها من جديد أم ماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فاقد للخشوع في الصلاة، والخشوع هو روح الصلاة ولبها، فعليه أن يعالج نفسه بالرجوع إلى صلاته واستحضار عظمة الله عز وجل، ولا يتمادى مع الوساوس ومع التفكير في أمور الدنيا. فإن لم يتنبه واستمر على هذه الأفكار في صلاته وعلى انشغاله بأمور الدنيا، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه. قد يكون له نصف صلاة، ربع صلاة، عشر صلاة، قد لا يكون له شيء، لكنه لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، فلا يؤمر بالإعادة. نعم.